هذه قافلة طبية تدخل ضمن القوافل الطبية التي عهدتها مناطق الوطن بإشراف وتنظيم المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والمواطنة المكتب الوطني للصحة. تمت هذه القافلة يعني إن شاء الله تحت إشراف السيد وزير المنتدى والمكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة سيدي الشيخ. قافلة مشكلة من شقين، القافلة موجهة إلى مدينة المسيلة ومناطق الظل فيها، وقافلة أخرى يعني توجهت أمس إن شاء الله أمس يعني إلى مناطق الظل في مدينة أو في ولاية غردية. القافلة يعني كما تشاهدون تحتوي مجموعة من العاملين في الصحة، ما بين متخصصين وما بين أطباء عامين وممرضين وصيادلة وحتى القابلات ومساعدي جراحي أسنان ومساعدي الممرضين. حاولنا تكثيف الوجود الصحي وتعديد التخصصات حتى نغطي أكبر كم ممكن من الاستشارات الطبية التي تشغل ساكنة هذه المنطقة. يعني القافلة إن شاء الله عز وجل ستستمر لمدة 3 أيام وستجوب يعني مناطق ظل متعددة من هذه الولاية. نحن جد مسرورين بهذه المبادرة اللي هي زيارة البعثة الطبية عن المنظمة الوطنية للمجتمع المدني. دونك هذه الزيارة اللي تعتبر جد مهمة لولاية المسيلة، وهذا اللي رفع المستوى الطبي وخرج هذه المنطقة من العزلة الطبية. قامت اليوم المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والمواطنة ممثلة في المكتب الوطني بإرسال القافلة الطبية المجانية تحت إشراف الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية إلى بلدية مسيف بتنسيق مع المكتب الولائي وتحت إشراف أيضا والي ولاية المسيلة. كانت قد حطت القافلة صبيحة اليوم في بلدية مسيف وبالتحديد في مدرسة الشهيد أحمد خلفة بذرع يوسف. مناسبة سعيدة، نتشرف بالفريق الطبي المتخصص الذي وفد إلينا لبلدية مسيف وبالضبط في منطقة ذراع يوسف، منطقة ظل بامتياز، من أجل التكفل بالمرضى من المواطنين في مختلف التخصصات. احنا اليوم كمسؤولين على هذه البلدية نتشرف كثيرا بوجود الإخوة والوفد المرافق وكل السلطات.